بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان المقصود منها البائع والمشتري، بالخيار لهما الخيار في تنفيذ أو إنفاذ البيع أو إلغاء البيع، ما بمعنى ما دام، أي ما دام لم يتفرقا مدة عدم تفرقهما. ما المقصود بهذا التفرق؟ جاء الخلاف بين العلماء التفرق بالأقوال أو التفرق بالأبدان، وهذا الذي يحتاج إلى معرفة الراجح فيهما. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد العالى، وهو واصل بن عبد العالى بن هلال الأسدي من الثقات المعروفين، أنه قال: حدثنا محمد بن فضيل، أيضا ثقة أعرف، إلا أنه رمي بالتشيع، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري النافع مولى بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث من أصح الصحة، رواه البخاري وغيره عن ابن عمر وغيرهما وغيره أيضا. قال: من الذي قال؟ نافع قال: الراوي أو الراويه عن ابن عمر قال: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب البيع، قام ليجب البيع. وفي رواية أخرى: قام وتفرق ثم يرجع ليجب البيع. أولا، قول العلماء رحمة الله عليهم، ذكر الترمذي رحمه الله قال: قال أبو عيسى، وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة ابن جندب يعني وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر هذا حديث حسن صحيح، ولا عمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يستثن أحدا منهم الظاهر من عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام. الأئمة الثلاثة وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام. يعني كيف نتصور الفرقة بالأبدان؟ اشترى الكتاب ثم مشى وأعطى القيمة ومشى، رجع بعد ذلك، أو البائع ظهر له ألا يبيع هذا، فلا حق له أن يجبره قضاء إلا إذا كان سماحا، رحم الله رجلا باع سمحا واشترى سمحا. كذلك إذا أراد المشتري أن يرد هذا الكتاب والبائع قال: لا، أنت رأيت، إذا كان هناك عيب أو شيء فلك خيار العيب، أما خيار المجلس فقد انقطع، لأنك قد تفرقت أو فارقتنا. هذا الذي يريد. أو بالكلام، يعني إذا كان الجالس في مكان: هذا الكتاب بكم؟ 20 ريال. أعطيته 20 وأخذت الكتاب ثم جلست تتحدث وكذا، بالكلام تفرقتم وانتهيتم، الآن خضتم في حديث غير شراء الكتاب. فرضنا وطال المجلس ساعتين، فقال بعض العلماء: المقصود التفرق بالأقوال ولو طال المجلس،
فإذا كان تفرق بالأقوال حصل بالتفرق بالأقوال لا خيار لأحدهما في الرد والاسترداد. هذا معنى بالكلام أو تفرق بالكلام أو تفرق بالأبدان. فإذا فارق ببدنه فقد تفارق بالكلام أيضا، لكن إذا تفارق بالكلام فعند كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الثلاثة غير الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لم يتفرق بالأبدان فجاز أحق له الخيار. قال أبو وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح. هذا مما يعجبنا من الترمذي رحمه الله من بين الكتب الستة، كذلك أخذ من شيخي الإمام البخاري رحمه الله أنه يعطينا فهمه بالقول الواضح. القول الأول أصح لأن يعني ليس يعني أنه الثاني أيضا صحيح، يعني إذا كان المقصود منه ما دام هذا احترام لا شك في احترام القول الأول الثاني، لكنه يقول هذا أصح وأرجح فيكون رأيه أنه التفرق بالأقوال ليس هو المقصود بالحديث بل التفرق بالأبدان هو المقصود، لأن الاستدلال لكون أصحيته لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى. هذه قاعدة فقهية كبيرة جدا أعطانا الإمام الترمذي رحمه الله، قاعدة فقهية أن الصحابي الذي روى الحديث وهو أفهم لمعنى الحديث من النبي من طرف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يخالفه هذا لا يحمل على أنه نسي، فالبعض العلماء قالوا أنه يكون ناسخا. نعم إن كان ناسخا يصرح لنا الصحابي رضي الله أي واحد، لكنه قد ينسى ويتذكر بعدما يذكر، وهذا باب في الحقيقة لو تتبعتم بارك الله فيكم. والله أنا أكتب عندي إذا خطرت خاطرة فأنا كتبت هذا، قلت من ذكر ونسي بعد نسي ويروي هو ناسي ولم يتذكر، باب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، فلما ذكر ما تذكر لكنه ثقة بشيخ بتلميذه يروي قل حدثني ربيعة عني، لكنه بعض الأحيان يكون ناسي فإذا ذكر تذكر. هذا تتبع الأحاديث تجدون فيها إن شاء الله عن الصحابة وعن التابعين وغيرهم أشياء كثيرة نسوا ثم لما تذكروا. عمار يقول لعمر رضي الله عنه ألم تكن هناك لما أنا أصبت بجنابة وكذا وكذا إلى آخره فتذكر. فمثل هذا في الحقيقة هذا باب جيد، إذا جمعتم الأحاديث هذا يكون إن شاء الله كتاب مفيد جديد في الباب، ما تجد من هذا النوع يبحثون الناس. هنا قاعدة فقهية آتانا رحمه الله قال أهو القول الأول أصح هو التفرق بالأبدان لأن ابن عمر رضي الله عنه هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له، مشى أي فرق نفسه ببدنه من البايع حتى يجب البيع ولا يبقى. وفي رواية أخرى كان إذا بايع وأعجبه البيع مشى ثم رجع أو لم يرجع لكن مشى ليوجب البيع، فمعناه ابن عمر هو راوي الحديث فهم أن المقصود منه التفرق بالأبدان وإلا ما كان يمشي. هكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أيضا، وجدنا صحابيا آخر فهمه بهذا، فإذا كان أحد من المتأخرين فهم غير هذا فنقول فهم الصحابة الذين عاصروا التنزيل وعاصروا الوحي يكون أرجح من فهم من جاء بعدهم. ولكن نجد في كتب الفقه قد يكون على كل حال خلاف هذا، حتى إنه قد تجدون بعض المسائل سبحان الله بعض المتعصبين في الفقه بعض كتب الفقه قالوا إن أبا هريرة غير فقيه وقد روى سبحان الله وقد روى ما يخالف القياس الجلي فلا تقبل روايته، يعني كأنه يصنع الرواية من عند نفسه. احسبوه هو مسجل حفظ لكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ ما هو كذا، فما نسي بعدما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا.
فإذا روى شيئا فأنتم لا تنظروا إلى هو أنه فقيه وغير فقيه. مثل المسجل ينقل لك عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحترم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا لا هو ليس بفقيه. يأتي الظاهر في كتاب البيوع مسألة المصرات، إذا اشترى مصرات شاة مصرة فيرد معها ساعا من تمر، قالوا هذا خلاف القياس، أخذ اللبن فكيف يرد بدله التمر، هذا خلاف القياس. سبحان الله، نقول عين القياس يأتي إن شاء الله. على كل حال، فمشى ليجب له، هكذا روي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. فإذا ظهر إن شاء الله أن الراجح في هذا أنه إذا كان هو لا شك فيه، يختلف الحكم باختلاف القضاة، فإذا كان قاض يرى أنه تفرق بالأقوال فيقضي غير هذا، لكن نقول له الراجح في هذه المسألة أن يقضي إذا حصل التفرق بالأبدان، وإلا المجلس ولو طال لكل واحد يكون حقه الإقالة والاستقالة. نعم. يقول هنا ما لم يتفرق عن منطق البيع، أنا يقول وتفسيره، قال الإمام محمد في موطئه، إمام محمد تعرفونه من هو رحمة الله عليه، يقول ما لم يتفرق يعني الفرقة بالكلام، وهو قول إبراهيم النخعي، وبه قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم، قال ابن حزم لا نعلم سلفا إلا إبراهيم وحده، ورواية مكذوبة عن شريح، قاضي شريح معروف القاضي أقضى قضاة الإسلام، لقول هذا لم يثبت عن شريح القاضي قضى بهذا، والصحيح عنه القول به أي بالفرقة القول الظاهر بالعودان. قال الإمام محمد في موطئه وتفسيره عندنا ألا ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا يعني عن منطق البيع، إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر قد اشتريت، فإذا قال المشتري قد اشتريت بكذا وكذا له أن يرجع عن قوله اشتريت ما لم يقل البائع قد بعت، وهو قول أبي حنيفة والعامة من الفقهاء من فقهائنا. انتهى ما في الموطأ. موطأ الإمام محمد الحسن الشيباني مثل موطأ ابن وهب وغيرهم، موطأ الليثي، كل هؤلاء عدة موطئات عن الإمام مالك رحمه الله، فقال الإمام محمد صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال هذا قول عامة فقهائنا. وقد أطال صاحب التعليق الممجد هنا الكلام وأجاد وأجاب عن كل من تمسك به الحنفية فعليك أن ترجع. جاء التعليق الممجد، هذا كتاب جيد للشيخ أبو عبد الحي اللكنوي أحد علماء الحنفية، وهو رحمه الله كان يعني محقق الحنفية، ولذلك في كثير من الأحيان يقول لا شك أن قول الشافعي هنا أقوى دلالة، وهنا أيضا هذا أثبته أن الصحيح تفرق بالأبدان، فعلى كل حال المشايخ الحنفية لم يرضوه، وكانوا يقولون أنه نصف وهابي، هكذا يقولون نصف وهابي، هذه تسمية قديمة عندهم، يعني هو غير مقلد، نصف غير مقلد. فالمسألة في الحقيقة على كل حال الذي نريد أن نقول إن المسألة مهما كان لا شك الاختلاف يحصل، لكن ما دام الدليل يقوم على أن التفرق بالأبدان هو الراجح، وهو فعل الصحابة قول رواية الصحابة، والصحابة الذين رووا هذا الذي فهموه، ففهم المتأخرين يكون مرجوحا بإزاء فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهو من وصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضا في الحقيقة. قال الإمام أبو حنيفة كما ذكر ابن معين أنه قال هي ابن الضريس، أو جاء هي ابن الضريس وقال ما تنقم على أبي حنيفة، قال ماذا عن من نقل هذا، عن الثوري، عن سفيان الثوري، قال ماذا تنقم على أبي حنيفة، قال ماذا له، قال أنا سمعته يقول آخذ بكتاب الله فإن لم أجد في كتاب الله فبسنة رسول الله، فإن لم أجد في سنة رسول الله فبما قال به الصحابة ولا أعدو قولهم. فإذا جاء القول إلى إبراهيم النخعي وسعيد المسيب ومحمد بن سيرين والحسن البصري فهم رجال أنا منهم، هكذا يعني كأنه يقول أنا أقارعهم أو أنا أيضا أجتهد بما أجتهد، فوصول الإمام يدل على هذا المعنى، وهو إذا جاء قول الصحابي فيكون هو الأرجح إن شاء الله.
ثم قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار ثقة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، في هذا الطبقة من هو يحيى بن سعيد؟ هو القطان، عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل. صالح أبي الخليل هو الذي يأتي أكثر ترجمة في ذكره، صالح بن أبي مريم الضبعي ثقة، عن عبد الله بن الحارث وهو الأنصاري أبو الوليد، يقال إنه نسيب ابن سيرين. ما معنى نسيب؟ نسيب ابن سيرين، نسيب يقولون إما أن يكون أخت عبد الله بن الحارث زوجته ابن سيرين، أو أخت ابن سيرين يكون زوجته، الظاهر نسيب من الطرفين. نعم، أدي عبد الله بن الحارث وهو ثقة أيضا، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا. بينا يعني العيب، إذا كان هناك عيب في السلعة فلا ينبغي للبائع أن يخفي، لا ينبغي أن هو الذي يقول تدليس إخفاء عيب السلعة وكذا. بورك لهما، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتبا وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا حديث صحيح. كذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الثوري. وهكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن المبارك أنه قال: كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب؟ يعني أي حديث يقول هكذا روي عن مالك بن أنس يعني الفرقة بالكلام، وروي عن المبارك أنه قال: كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب، وفهم أن الفرقة بالكلام هو الذي يظهر من كلام ابن المبارك رحمه الله. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني الفرقة، قالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفرق يعني الفرقة بالكلام، أركانه كرر مرة ثانية، والله أعلم. وفي الباب عن أبي برزة عبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة وابن عباس حديث ابن عمر حديث صحيح. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الخيار. نعم، أين لفظ بيع الخيار؟ البيعان بالخيار، لا، جاء فيه البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا بيع الخيار، في حديث أول. أين لفظ الخيار؟ أو يختار، هذا معناه. هو في رواية أخرى: إلا بيع الخيار بصراحة. اللفظ، هذه اللفظة جاءت أيضا، معناه أن يخير البايع المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار. يعني إذا كان إلا بيع الخيار له وجهان: الوجه الأول يقول ولو طال المجلس بيننا، إذا أخذت المتاع وأنا أخذت الدرهم فلا خيار بيننا، فكأنه قطع الخيار. إلا بيع الخيار، إلا بيعا مبنيا على قطع الخيار، فلو طال المجلس فقد قطع الخيار، فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسق البيع وإن لم يتفرق. هكذا فسره الشافعي. وله طريق، له يعني صورة أخرى أيضا: إلا بيع الخيار، إذا تفرق البايع قال: خذها لكن اتركني لي خيار يوم واحد لتنفيذ البيع، عدم تنفيذه، إذا ظهر لي لا أبيع. من الممكن، المسلمون على شروطهم، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة الذي كان يقول: لا خلاف ولي الخيار 3 أيام. فإذا المشتري أيضا يقول: أنا آخذ هذا وإن تفرقنا بالأبدان، لكن لي خيار يوم يومين، إذا رضيت آتني، وإذا لم يناسبني فأنا أرجع إليك هذه السلعة في خلال يوم يومين. فهذا الخيار لا يقطع الخيار في الرد، لأنه قبل، مو كذا.
فإذا إلا بيع الخيار أو إلا أن يختار فيكون الخيار من نوعين، من الطرف البائع ومن طرف المشتري، كليهما قطع الخيار أو تمديد مدة الخيار. لنا لكل واحد منا خيار 3 أيام، إذا ظهر لي أني لا أبيع عليك في خلال 3 أيام لابد أن ترد لي، وذاك يقول أنا أشتري منك لكن لي الخيار وإن تفرقنا في خلال 3 أيام إذا لم يعجبني، إذا رأى أخي إذا رأت أمي ما أعجبته أرد إليك، فهنا لا يقطع الخيار. فكل المعنيين على كل حال مطلوب هنا إن شاء الله. يقول: مما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام، حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآتي، الحديث الآتي. قال: أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد أنه قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان، وهو محمد بن عجلان، هذا قالوا أنه ثقة أو صدوق، لكن اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة وغير أحاديث أبي هريرة، فيه مستقيمة، أحاديثه مستقيمة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله، هو جده عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، هو هذا الذي أخذ الإمام الترمذي إلا بيع الخيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. هنا جاء شيء جديد، حكم، يعني لعل ما دام النسخ لكل مسلم مطلوب من كل مسلم، فأنت لا تتعمد بأن تفارقه لإيجاب البيع. وهذا الحديث، هذه اللفظة يريد أن يستدل به على أنه الخيار بالتفرق بالأبدان، ينقطع الخيار بالتفرق بالأبدان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. لا شك أن هذا المقصود منه الخيار بالأبدان، وإلا خيار بالكلام قد انتهى، أعطى وأخذ وانتهى، فليس المقصود من هذا لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله إلا الخيار بالأبدان. فإذا ما لم يتفرق، هذا الحديث المرفوع أيضا يدل على أن المقصود هنا الخيار بالأبدان، غاية ما فيه لا يحل له أن يفارقه. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا عجبه البيع مشى وفارق شيئا ما، لعله لم يبلغه الحديث. وقالوا أيضا علماء أنه لا يحل له، لا شك أنه يكون آثما، لكنه إذا فارقه قصدا أيضا فالبيع يكون نافذا تاما. نعم، إيش هو صفقة؟ الصفقة أو الصفقة البيع، الصفقة بمعنى البيع. كان الناس يشغلهم، تذكر الحديث إيش معنى البيع في الأسواق؟ كان الناس يشفقوا بالأسواق، وكان أبو هريرة يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، مو كذا؟ يعني كان الناس يتبايعون. الصفقة في الغالب أنه العرب إذا كان تم البيع كان يضرب بعضهم كفه على بعض، فيعرف، كان الناس يشهدون أن البيع قد تم بين اثنين، كانوا يصفقون ويصفقون. نعم، هو هذا قلنا لك لعل الحديث لم يبلغه، هذا يعني قل إن الصحابي كيف كان يفارق إذا عجبه البيع، وهو كذا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لعل هذا النهي لم يبلغه هو. ثانيا، يعني أحد يكون بلغه الحديث في هذا الزمان، لكن مع ذلك إذا فارق عصى لا شك فيه، عفى الله عنه، لكن البيع يكون تاما ولا وقاطعا للخيار. نعم، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. نعم، ثم بعد ذلك قال: باب. حدثنا نصر، أظن واضح المسألة إن شاء الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى. هذا تفسير الترمذي وفهمه، حيث قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فإذا مثل ما قال هو في الحديث الأول،
القول الأول وأصح، واستدل لهذا بهذا الحديث أيضا أن المقصود من الحديث إلا أن يتفرق تفرق بالأبدان لا تفرق بالكلام. لو كان التفرق بالكلام لا يكون لهذا الحديث، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله معناه. ثم قال حدثنا النصر بن علي وهو الجحظمي الثقة المعروف، قال حدثنا أبو أحمد. أبو أحمد من هو؟ محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري من الثقات. قال حدثنا يحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري من الثقات، وهو البجلي أظن ليس المصري ومصري الفقيه معروف، وهو أيضا وهو البجلي يحيى بن أيوب وهو البجلي الكوفي ثقة. قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير، وهو أبو زرعة وهرم اسمه هرم ابن عمرو ابن جرير، يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيع إلا أن تراض. هذا له معنى آخر غير معنى السابق، لا يتفرقن عن بيع إلا أن تراض. إذا بايع واشترى لا يأخذ ماله قهرا، هذا آتني بعشرة قال لها ثمانية وآتى وذهب وفارق وكذا، لا يتفرقن إلا أن تراض، لأن الله تعالى قال أن تراض بين الآية الآية إلا تجارة أن تراض منهم أو منهما تراض منهم منكم إيه نعم. طيب فلا بد أن يكون بالتراضي أو تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، يقول هنا لا يتفرق اثنان إلا تفرقا صادرا أن تراض. قال القاري المحمد المراد بالحديث والله تعالى أعلم أنهما لا يتفرقان إلا أن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر، يعني ولا ضرر ولا ضرار، وهذا تأكيد لما جاء في قول الله تعالى أن البيع يكون بالرضا والتراضي لا بالغصب ولا بالظلم. نعم. ثم هنا قال جاء بإسناد إن شاء الله هو صحيح أن كان أبو زرعة إذا أبو زرعة تابع هذا إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني، فيقول سمعت أبي أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا يتفرقن إلا أن تراض. أيضا إذا كان التفرق لابد أن يكون الطلب التخير لابد أن يكون أيضا أن تراضي من الطرفين، إذا طلبت أنت خيرني ويقول لا لا ما في خيار ردها من الآن أو أخذها، فلا يجوز أن يأخذه إلا إذا تراضيها. ثم قال حدثنا عمر ابن حفص الشيباني هو قال أبو عيسى هذا حديث غريب. الغريب في الغالب هذا المكان الذي يظهر أنه قال والرواة كلهم ثقات إن شاء صدوقين، ما ندري كيف قال، ولعله يحيى بن أيوب قال إنه بعض متقلم قال أنه أتى ببعض المناكير، لكن الحديث ما صحيح وله يعني في متابعات والشواهد، ولذلك حسن هذا الحديث. هذا الحديث حسن وله طريق آخر عند أحمد رحمه الله في الجزء الثاني صفحة 536، فالحديث حسن إن شاء الله، لكن الترمذي قال هذا حديث غريب، وقد عرفنا أنه في الغالب لا يقول غريب إلا في الضعيف. نعم. قال حدثنا عمر بن الصبيح ابن حفص، عمر بن حفص وهو عمر مكتوب عمرو خطأ، هو عمر خطأ أصله عمر ابن الصبيح ابن حفص، عمر ابن الصبيح عمرو هذا خطأ الذي جاء خطأ متبعي. نعم عندكم عمر هو هذا عمر ابن حفص، هو عمر ابن الصبيح ابن حفص الشيباني ثقة. قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير ابن جريج عن ابن أبي الزبير مسلم محمد ابن مسلم ابن تدرس عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع، وهذا حديث حسن غريب. خير بعد البيع أي بعد التحقق بالإجابة والقبول، الظاهر قال صلى الله عليه وسلم لك الخيار إذ وقت ما ترجع ترجع وكذا، لا بأس فيها إذا كان خير ولو للشهر
فهو برضاه وتراضيه. نعم. قال: وهذا حديث حسن غريب. نعم. قال: حدثنا باب ما جاء في من يخدع في البيع. إذا كان إنسان يخدع في البيع، ومتى يخدع في البيع؟ يعني معناه أن الناس التاجر قد إذا خدع فهو الذي يخدع. نعم. فمعناه أن السوق حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك قد يكون بعض الناس يزيد السعر أو كذا. نعم. وتلقي وغيرها قد يكون تلقي الركبان. باب ما جاء في من يخدع في البيع. قال: حدثنا يوسف بن حماد البصري ثقة، أنه قال: حدثنا عبد العالى عبد العالى وهو الصنعاني الثقة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف. عقدته هي الآن الظاهر المقصود منه في تصرف في عقله ضعف، وفي بعض الروايات جاء فيه في عقله ضعف هكذا، واللفظ هنا في عقدته ضعف. وجاء في تفصيل كلامه في ترجمته أنه كان قد أصيب في رأسه فضعف عقله، يحصل هذا. وحتى تأثر كلامه أيضا فيه، فما كان يتكلم أو ما كان يقدر يتكلم صار ألثغ، ما كان يقدر يتكلم بعض الكلمات. فيأتي أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه، فكان يقول لا خيابه، لا ما يقدر يتكلم. جاءت رواية في هذا. نعم. فيقول: أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أهجر عليه. الحجر يكون إذا كان بالفعل الإنسان يعني مجنون أو يكون سفيها، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فلا يكون الحجر إلا إذا كان سفيا. لكن إذا كان الإنسان ناسيا أو ضعيف الذاكرة أو شيء من هذا النوع فلا يحتاج الحجر عليه، والله أعلم. لكن مع ذلك يكون الاحتياط في بيعه وشرائه وفي من يبايعه ويشتريه أيضا. يا رسول الله أهجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، لا أصبر عن البيع. وفي رواية أخرى أنه لا أستغني عن البيع، يعني كأنه يحتاج أن يبيع ويشتري. فقال: إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلاب، يعني آتني في حيني وخذ في حيني، هاء وهاء، خذ لا تؤخر أو لا تأتي نسيئة لعلك أن تنسى ولعله هو ينسى. فهاء وهاء ولا خلاب، أي لا يكون فيه خداع، لا تخدعني. إن كان الشيء يباع بعشرة فلا تأخذ مني إلا عشرة، إذا أخذت عشرة فلي الخيار. وجاء في الحديث: ولك الخيار 3 أيام. فكان إذا بايع واشترى ووجد فيه شيئا وقال أهله أنك قد خدعت، فكان يأتي إلى المشتري إلى البايع فيقول: ردني. قال: لا أرده. فكان يستشهد الناس ويقول: جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار 3 أيام، فكانوا يردون له. نعم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. على الحر البالغ لا بد، قول الله تعالى: إذا كان بالفعل سفيها وضعيف العقل بالمرة، فهنا الحجر سنة من قول النبي قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فيعني أما أن يكون حرا وفيه ضعف في العقل شيئا ما، لو كان بهذا القدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك له ولا بد أن يحجره. نعم. فقال هنا: لا خلابة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام إلى خديعة، ولا لنفي الجنس إلى خديعة في الدين، لأن الدين النصيحة. قال النووي: واختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصا في حقه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أو كثرت،
وهذه مسألة أيضا ليس متفقا عليها. خيار الغبن معروف، خيار العيب معروف، ما هو كذا. إذا كان غبن غبنا فاحشا الشيء يباع في السوق بعشرة، اثنى عشر، خمسة عشر ولا يزيدون عليها، وباع عليه بعشرين. الآن قد يكون هناك في أيام الحج الناس يشتكون في الحقيقة كثير، يشتكون الشيء يشتري واحد منهم بعشرة والثاني مسكين يشتري بخمسة عشر، فالحجاج فيما بينهم يقولون قد غشك وكذا. نعم هذا وارد في الحقيقة، وخاصة الله المستعان الذين في السوق قد يكونون لا يخافون الله تعالى فيكونون يغبنون. فخيار الغبن هذا ثابت إن شاء الله. قال النووي: واختلف العلماء وقلت قدر، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، وهي أصح الروايتين عن مالك. وقال البغداديون من المالكي مالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، يعني أخذ زيادة ثلث القيمة، فإن كان دونه فلا. والصحيح الأول، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، وإنما قال له قل لا خلابة أي لا خديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار. الذي قال هنا قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة جعل له الخيار. الصحيح أنه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، ولك الخيار ثلاثة أيام. والقصة معروفة أنه كان يأتي فيستشهد الناس فكانوا يصدقونه في هذا. هنا لم يذكر، لكن احفظوا هذا وانظروا في النفس لا خلابة، إذا رأيت انظر إذا كان عندك شيء في نعم في مسند الإمام أحمد إن شاء الله. نعم. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا الحجر على الرجل الحر، استدلوا بحديث أنس المذكور. وجه الاستدلال أن ذلك الرجل الذي كان في عقدة إضاف لما قالوا يا رسول الله أهجر عليه لم ينكر عليهم. ثم قال: باب ما جاء في المصرات. ما عندك الواتساب؟ شوفوا ابحثوا بارك الله فيك. ولك الخيار ثلاثة أيام، أذكر الحديث. نعم. باب ما جاء في المصرات. المصرة سر يسري تصرية، هي أصلها من السرة، كأنه فربط ربط أخلاف الناقة أو أخلاف وضروع الحلوب عامة، شاة أو ناقة أو أي شيء، إذا ربط أخلافه ولم يحلب عدة أوقات، قد يكون تحلف صباح ومساء وفي الظهر، ثم في اليوم الثاني إذا لم يحلب فلا شك أن الضرع يظهر أنه كبير، ويظهر للمشتري أو إذا عرض للبيع يظهر أنها حلوب، وتعطي الحليب كثير. ففي اليوم الأول تعطي الحليب كثير، لكن في اليوم الثاني والثالث ترجع حليمة على عادتها القديمة. نعم. فيقول هنا: باب ما جاء في المصرات. المصرات الناقة أو البقرة أو الشاة، أي حلوب يصرى لبنه في ضرعها، أي يجمع ويحبس لتباع لإظهار أنها حلوب تحلب كثيرا. قال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء. أبو كريب الحمداني الثقة، أنه قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن حماد بن سلمة عن محمد بن الزياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصرات، وفي رواية البخاري من اشترى شاة مصرات، وفي رواية ثالثة شاة محفلة، أيضا تحفيل حفل بمعنى الجمع، وحفل لبنها في ضرعها جمعها ولم يحلبها. من اشترى مصرات فهو بالخيار إذا حلبها، إن شاء ردها ورد ماها ساعا من تمر، إن شاء ردها ورد ماها ساعا من تمر. لماذا؟ لأنه أكل لبنها، لبن إن كنت ترد فلبن لصاحبه، لأنك أخذت اللبن فلا بد أن تشتريه بدله، هذا عين الإنصاف. لكن أيوة. وقال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك ابن عمرو أبو عامر العقدي أنه قال حدثنا قرة ابن خالد وهو السدوسي عن محمد ابن سيرين رضي رحمه الله
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مسراتا فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها ساء من طعام لا سمراء. لا سمراء. وجدتم شيء في المستدرك؟ ما هو كذا. اللهم صل على محمد. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أنه قال: حدثني محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا، وكان قد صفع في رأسه مأمومة، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار فيما اشترى 3، كان وقد ثقل لسانه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايات فقل لا خلابة، فكنت أسمعه يقول لا خذابة ولا خذابة ولا خيابة، في الرواية الثالثة قرأت لا خذابة بالذال ولا خذابة بالدال، وكان يشتري شيئا ويجيء به أهله فيقولون هذا غالي، فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرني في بيعه. حديث صحيح. هنا الشارح لم يشر إليه، ينبغي أن يزاد هنا إن شاء الله، الخيار يكون 3 أيام، كان لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فإذا هل هذا خاص معه؟ لا، ليس خاصا معه. إذا اشترط أحد في هذا الزمان أيضا لي الخيار 2 3 وكذا، فالمسلمون على شروطهم. نعم. فإذا على كل حال هنا أيضا قال محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مسراتا فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاء من طعام لا سمراء، يعني ليس الحنطة السمراء طعام، والطعام الظاهر يعني المقصود منه في الغالب البر، البر. وهناك جاء ساء من تمر، معنى سمراء لا بر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا. من المقصود بأصحابه؟ أبي عيسى الترمذي. عند أصحابنا هو هذه الكلمة عند أصحابنا كما بين في المقدمة الشارح، قال يقصد به أهل الحديث عامة المحدثون، وفي كثير من الأحيان هو قول أهل الحديث، قول أصحابنا أهل الحديث. نعم. فهنا يقول قول أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، والجماعة يقولون الترمذي شافعي، ما هو كذا؟ أصحابه أحمد وإسحاق والشافعي كلهم. نعم. لأن أصحاب الطبقات في الحقيقة يعني لما جاء اشتهرت المذاهب كلها، فما كان الإنسان إلا أن ينسب إلى أحد المذاهب بالقوة بالغصب. وحتى البخاري رحمه الله ذكروه في طبقات الحنفية أيضا، لأنه أخذ من الإمام أبي يوسف وغيرهم. نعم. فأي واحد يكون تتلمذ جاره من هذه الطبقات، فهم إذا ذهبت إلى الشافعية أو إلى طبقات الشافعية تجد الشافعي شاب الترمذي شافعي. نعم. وهو يقول صاحبنا أو أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى قوله لا سمراء يعني لا بر. هنا قال نعم: والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد. قال الحافظ في الفتح: قد أخذ بظاهر هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة المذكور جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم في من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا. وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها أكثرون، أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التسرية. في الحقيقة لا ينبغي أن نعتذر أن نقول أن الإمام أبي حنيفة يكون هذا القول، ربما يكون من المتأخرين. قالوا لا خيار مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإن ردها فهو بالخيار 3 أيام. هل يعقل أن الإمام يبلغه هذا الحديث ويقول وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الخيار أنا ما أجعل الخيار؟ هذا لا يمكن أن يتصور من الإمام رحمة الله. لكن المتأخرين هم الذين قد تجرؤوا بمثل هذا الكلام في الحقيقة كثير. يعني أنتم تعرفون في القرن الرابع أو 400 وشيء الكرخي جاء كل حديث
أو آية تخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول. فهذا مثل هذا. فعلى كل حال نحن نبرئ الإمام أبا حنيفة رحمه الله من هذا، لكن وجدنا أن الحنفية من المتأخرين عندهم هذه الجرأة موجودة ويقولون كثير أشياء كثيرة مثل هذا. ولذلك قال أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد ساع من التمر. وخالفهم زفر من الحنفية نفسه إمام صاحب الإمام أبي حنيفة زفر، فقال بقول الجمهور إلا أنه قال يتخير بين ساع تمر أو نصف ساع بر، وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قال لا يتعين ساع التمر بل قيمته. واعتذر الحنفية عن الحديث بحديث المسرات بآذار شتى، فمنهم من طعن في الحديث بكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي. سبحان الله. على كل حال هكذا قالوا، والعهد على قائله والذنب على قائله لا شك، لكنه نقول ليس خلافا للقياس الجلي، نعكس المسألة عليهم. لأن الآن من الممكن أن يقول لو حلب ووجد الحليب في اليوم الأول كثير 3 كيلو، في اليوم الثاني 1.5 كيلو، 3 أيام. لماذا؟ لأنه قد يختلف على علف الدابة، قد يختلف شيء، فأعطي فرصة 3 أيام حتى ينظر أن عادتها هي كثرة الحليب أم هي عادتها قليل وكانت مصراتا. هكذا في خلال 3 أيام يظهر الأمر. فإذا قال أنا يعني هذا خذ ساعة من تمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أنا ما أقبل، أنا أقبل أعطيني قيمة حليبي، كم كان؟ أعطيني قيمة الحليب. ما تدري كم كانت كان الحليب، أكلوا وشربوا وبالوا وصلت. نعم، من أين يأتي بالحليب؟ من أين يأتي بالحليب الآن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع باب الخصومة بتعيين ساعة من تمر سواء كان الحليب أقل من قيمة الساعة أو أكثر. هذا عين القياس. النبي صلى الله عليه وسلم أتى لبيان الخير للأمة، فإذا ترك الأمر هكذا ربما يكون يفتح عليهم باب الخصومة. فعين القياس أن تقطع باب الخصومة، أن يقطع باب الخصومة بشيء فصل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، قال آتوا ساعة من تمر أو ساعة من سمراء أو ساعة من بر أو سمراء أو كذا إلى آخره. لو كان قالوا أيضا الحديث فيه بعضها ساعة من طعام وفي بعضها ساعة من تمر وهذا اضطراب في الحديث، قلنا لا يكون اضطراب، كله صحيح، آتي هذا وإلا وآتي ذاك. ويقولون إنه أبو هريرة ليس كابن مسعود، ابن مسعود نفسه روى هذه الرواية واختار هذا القول. فعلى كل حال الله المستعان. نعم، فنجد في بعض المذاهب في الحقيقة مثل هذا التعصف، والتعصب موجود، وندعو الله تبارك وتعالى أن يتحد المسلمون في فهم كتاب الله إلا فيما كان مجال الاجتهاد ولم يكن فيه نص، فهناك يجب أن يقبل الخلاف. إذا كان مجال الاجتهاد يقبل الخلاف من كل الأئمة رحمة الله عليهم، إذا كانت لفظة الحديث أو لفظة الآية تحتمل معنيين نقول المسألة ذات الوجهين. أما إذا كان النص فما ينبغي أن يتجرأ الإنسان بالاحتيال لرده. نعم، لو كانك تريد تضرب بالحجر، لا، هذا على كل حال نقول نحترمهم، لكن نقول ننصحهم إذا كان النص الصريح في مسألة لا ينبغي أن يتكلموا فيأثموا بالفعل، يخاف الإثم في هذا. يعني مثل هذا أنا أستغرب في كتاب ذكروا الحديث، استغرب أنا لما كتبت فقه الحديث خصائصه وميزاته، الناس يقولون ليس إلا مذاهب 4 وكذا، وأهل الحديث لم يكن لهم فقه، إذا جاءت المسألة كانوا يأتون يسألون هؤلاء. طيب الحديث ما يأتينا هذا، أعطانا هذا فقه كبيرا جدا، وهذا نوع من الفقه. الحديث الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهد إذا كان جاهد بفرسه فله 3 أسهم، للفرس سهمان، سهم له وسهمان لفرسه،
فجاء في السير الكبير للأوزاعي نقل هذا الكلام السير الكبير، قال وأنا أستغرب أن يكون يحصل هذا من أبي حنيفة رحمه الله، قال وقال أبو حنيفة أنا لا أفضل البهيمة على الآدمي، يقول للفرس سهم ولل لصاحب الفرس سهم، أما لا أفضل البهيمة على الآدمي، أنا أقول بنفسي ما وجدت عليه هذا التعقيب من أحد، لكن أنا كطفل أقول لو كنت عند الإمام أبي حنيفة مسكت ركبته وقبلت قلت للإمام كيف ترضى أن تسوي البهيمة بالإنسان، تعطيه سهما وتعطيه سهما أيضا. فالمسألة ليست مسألة قياس ولا يعني، إنما مسألة النص، يجب على الإنسان أن يكون إذا جاء النص فقط وقف. نعم. بعد كلام طويل فيه ذكروا وذكر المصنف حيث إنه من الهند، وفي الهند إن كان ذكرت لكم إن كان التعصب في المذاهب ففي الحنفية أكثر، وإن كان في الحنفية ففي الهند أكثر، وإن كان في الهند ففي الهند الشمالية أكثر من الجنوبية. نعم. وإن كان هناك علماء خاص فنعرفهم أنهم أشد وأشد. فلذلك يعني المؤلف رحمه الله أتى بكتبهم ورد وأدلتهم وذكر فلان ذكر كذا فلان ذكر كذا حوالي صفحتين ذكر فيه، تقرؤون تستفيدون منه إن شاء الله. باب ما جاء، لكن يجب علينا على كل حال نتقدم مع الجميع ولا نقول إلا نصيحة بأن مثل هذا هذه المشية في دين الله تعالى بأن النص واضح ونرده بالقياس أو لأجل المذهب، فهذا في الحقيقة يأثم الإنسان على هذا، لا نشك في هذا، ويخاف من الله نقمة في الحقيقة. نعم، كيف يأتي ويرد يقول أنا لا أقبل هذا وليس فيه خيار العيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو جئت تثبت فرضنا أنه قول بعض الحنفية هل تقدر أن تثبت بإسناد صحيح مثل ما صح الحديث أن ذاك الإمام الحنفي الذي قال هذا، ما تقدر تثبت، فكيف ترد حديث رسول الله لقول الإمام أو لقول أحد من أتباعه؟ ما هو كذا، لا يمكن أن تثبت بطريقة برجال ثقات هذا القول الذي نسب إليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم برجال ثقات ما هو وارد، فينبغي ألا يعني يدفع. نعم. الخراج بالضمان، قالوا أنه ما دام أخذ هذا فلما كان غش فالذي شرب سار له يعني ملكا له، لأنه أخذ حيث إنه لو ماتت الدابة، لو حللت اللفظة الخراج أي ما خرجت من الدابة واستفاد، أو الذي استفدت من أي متاع بالضمان إذا كانت قبل رد الدابة أو قبل رد الشاة، إذا هلكت الشاة فهو في ذمة المشتري، فلما أكل أو شرب لبنها فهو مقابل للضمان، ليس هذا لا يجب عليه رد أي شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه سام من تمر، قالوا لا يرد الخراج بالضمان. حديث آخر ضربوا بهذا وقالوا الخراج بالضمان، نقول لا، هذا الخراج بالضمان له معنى آخر، وهذه واقعة خاصة وفيه نص خاص، فينبغي أن يكون الأصل هو هذا الحديث في هذا الباب. باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني صاحب المصنف صاحب المسند، قال حدثنا وكيع عن زكريا وابن أبي زايدة عن الشعبي عامر بن شراهيل عن جابر بن عبد الله أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله. واشترط ظهره إلى أهله، تعرفون القصة أن كان في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فأعيا جمله فكاد أن يتركه، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم فضربه بعصاه ضربة سار سيرا لم يرى مثله أو لم يسر مثله، سار سيرا لم يسر مثله، فقال يا جابر بعنيه، قال لا يا رسول الله، قال بعنيه بوقية، فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى المدينة. قلت لابد أنا ما عندي شيء، أعطيك الدابة الفرس بعدما أصل المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، بيع وشرط واضح. فلما قال فلما وصلت المدينة جئت به الفرس، ف
فقال النبي فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم القيمة وقال خذها وفرسك خذها وفرسك أقيا أيضا والفرس. فهنا أيضا يعني اتفقوا اختلفوا فيها قالوا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم البيع إنما أراد أن يعطيه أقيا يعني هذه كلها لأجل هذا قال بعنيه وكذا وكذا ما أراد أن يعطيه رأسا هكذا هدية. نقول الحديث يؤخذ منه بيع وشرط إذا كان شرطا واضح ولا يخالف هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع وشرط مو كذا لأن التفسير الأئمة بيع وشرط إذا كان الشرط حراما أو يحل حراما المسلمون أشهدهم إلا شرطا أحلا حراما أو حرما حلالا. فإذا كذلك نهى عن شرطين في البيع فشرطين الإمام أحمد بورعه يقول إذا كان شرط واحد جائز واستدل بهذا إذا كان شرطين يعني إذا كان يجب بشرط أن يكون أحمله يحملني إلى المدينة وبشرط أن يبقى عندي يومين أيضا زائد أو كذا فهذا لا يجوز لكن إذا كان شرط واحد فجاز هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا كان الشرط واضح. أما إذا كان الشرط غير واضح أيضا لا يجوز فهذا الذي يستفاد منه هذه الحديث يجوز بيع وشرط. وقد وجدت هناك أفعال من الصحابة أن بعضهم كان يشتري المتاع ويشترط نقله إلى بيته يقول أشتري منك وتنقل لي إلى بيتي نعم وهذا وارد وهو من حاجة الأمة أيضا إن شاء الله نعم. والآن كثير من البيوع تأتي وتقول ننقل لك ونركب لك الثلاجة وغسالة وأشياء كلها إن شاء الله هذا من البيوع المباحة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وهو قول إسحاق أحمد وإسحاق. لماذا قالوا لأن هناك لماذا قالوا شرطا واحدا لأن هناك حديث يعكر على شرطين نهى عن شرطين في بيعين يأتي الحديث لعله. وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط نعم. إذا كان إيش لا بأس فيه إن شاء الله إذا كان شرطا لا يكون فيه حيفا ولا ضررا ولا ضرار فإن شاء الله يكون في الوقت نفسه إذا كان بائع يشترط كذلك المشتري يشترط إن شاء الله يكون جائزا ينظر إلى الشرط الشرط لا يكون حايفا لأحد نعم. يقول هنا بعد ذلك ننظر ماذا قال هنا قالوا في رواية الصحيحين واشترط ظهره إلى لا الحديث باب اشتراط ظهره إلى أهله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر والأمر على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط. يقول في رواية الصحيحين واشترطت حملانه إلى المدينة فبعته واشترطت حملانه إلى أهلي إلى أهلي بضم الحاء. قال الشوكاني وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب وبه قال الجمهور جوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط وحديث النهي عن الثنية أو الثنية الاستثناء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنية أو ثنية كما هو معروف على وزن الثريا لكن إذا كان مستثناة غير مبهم مستثنى الشيء المستثنى واضح فجاز وحديث النهي عن الثنية وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقا ف يبنى العام ولا الخاص. أما حديث النهي عن الثنية قد تقدم تقييده بقول إلا أن يعلم في الحديث نفسه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنية إلا أن يعلم المستثنى منه نعم. فالحاصل على كل حال القول ونحن نقول هذا من اختلاف الحديث ومختلف الحديث
نه اشترط زهره إلى أهله. وهناك الحديث إذا كان نهى عن بيع والشرط، هذا الحديث اختلفوا في صحته وضعفه، والذين صحوه قالوا الشرط بمعنى شرط غير واضح أو شرط حرام. أما إذا كان شرط معلوم من حيث الشرع فهذا جائز، وجمعوا بين الحديثين. ومعلوف أن اختلاف الحديث يعني فيه أول خطوة، إذا أمكن الجمع فيجمع بين الحديثين فيقال أن الشرط المطلوب من البيع منهي عنه. وهناك أحاديث لو جمعنا المسلمون على شروط، ما معنى إذا لم يكن جاز الشرط مع البيع فما معنى المسلمون على شروطهم؟ أيضا قالوا إذا كان الشرط معروفا فجائز، أما إذا لم يكن شرط معروف فهو المقصود بأنه نهى عن بيع وشرط. أو كذلك يعني قالوا أيضا حتى في التفريعات قد بحثوا، قالوا يجوز للإنسان أن يتزوج بشرط. المرأة إذا اشترت، الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان يدرسنا في تفسير فكان يذكر هذا، يقول إذا اشترطت أنها لا تخرجها من المدينة فهذا الشرط جائز، لأن هذا شرط ومطلوب وكذا إلى آخره. أما إذا كان اشترطت المرأة بأني أريد أن أتزوجك بشرط ألا تقربني فهذا شرط لا يجوز. ما مقصود الزواج؟ لا تقربني. فينبغي أن يكون الشرط معروفا شرطا حلالا، وشرطا إذا كان حراما فلا. إذا قال لا تتزوج علي، أظن هناك مشايخ أفتوا قالوا لا، الزواج الثاني ليس بواجب والشرط واجب عليك، فإذا تعارض المباح بالواجب يجب عليك أن تلتزم بالواجب. نعم. يجب عليه أن لا يتزوج واحدة ثانية لأن الشرط واجب، إلا إذا كان هناك ما قال بعض العلماء قال يجوز لها أن تغش وتقول أنا مثل ما استدل سبحانه، سمعته يستدل بقوله النبي صلى الله عليه وسلم لما ألح عليه على عائشة أهلها أن يكون الولاء لهم بريرة، لما أرادت أن تشتري بريرة فقال واشترتي لهم الولاء، لهم الولاء ليس عليهم، وافقي وافقي في الظاهر ولا يكون إلا تنفيذ للحق، هؤلاء يصرون على الباطل، فكذلك يجوز لها له أن يوافق. استدل بهذا أيضا نعم بعض العلماء وقال جاز أن توافق وبعد ذلك تغشها. السلام عليكم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.